برنامج على الموضة بيجمعنا بخبير التجميل بوبا، وهالمرة رح نتعرف سوا على عروس 2019، ولكن هالمرة عروس بوبا رح تكون ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل. هاي علي، اليوم معي روزاريتا طويل، ملكة من أجمل ملكات جمال لبنان، ورح نعمل لها اليوم برايدل ميك اب لسنة 2019. أول مرة بيعمل لي بوبا، بس I can't wait. أنا I'm very happy. يلا. So أنا for all my brides عطول ببلش بالعيون، بحب أخذ وقتي بالعروس وبعطيها مور تقريبا ساعة ونص. بحب أشتغل العيون for lots of reasons، تكون تخلي السكن نظيفة، وآخر شيء نعطيها the perfect complexion. طب وعادة شو الألوان اللي بتستعملها للعروس؟ أكيد عطول، وأكيد ألوان العروس لازم تكون earthy colors، لأنه earthy colors ألوان ما بتموت وعطول بتجدد دائم كل سيزن، كل شهر وكل سنة. ومثل ما عادة بقول لكل العرايس إنه يختاروا earthy colors، لأنه عادة لما العرايس تاخد صورة لما تشوفهم بعد فترة بيضلوا الرونق هو ذاته تبع الصورة. الألوان المستخدمة اليوم للعروس عطول أنا ببلش بألوان انتقالية، مثل ما الكل بيعرف ألوان انتقالية اللي هي بتكون يعني تدرجات البيتش، اللي هي الألوان اللي بتعطي وورم للعين، يعني بتدفيها للعين بطريقة كتير حلوة. على تنبوبة للعروس بتفضل تان يكون مثلا فاتح شوي، وجهه فاتح ولا لا بتحب تغمق لها يكون برونزي أكتر؟ أهم شيء أنا بالنسبة لكل عرايس اللي بيحجزوا، أكيد قبل فترة كله بيحجز قبل العرس قبل فترة، إنه يضلون بعاد يعني يستعملوا كتير sun protection and يحموا وجههم كتير من الشمس. ما في مشكلة أنا عندي إذا حدا عمل برونزاج أو سمر جسمه منيح، بس إنه أتليست يضلوا الوجه clear no damage للوجه، منشان أقدر أنا قد ما فيه قد ما بدي أنا أقدر فتح أو غمق للبرايد. بالنسبة لللون أنا أكيد بقول لك إنه لازم يكون matching with her skin. Sometimes بيفرق شوي لما يكون في عندك too much lights too much cameras. بيفرق مع الضوء مع اللايت، بس إنه لما تكوني أنت بوجه للعروس لازم يكون matching اللون. إيه مش يكون وجه كتير أبيض. إيه طبعاً أكيد. أكتر شيء حبيت بالميك اب إنه الألوان تشبه الألوان اللي أنا عادة بستعملها، بس أكيد بوبا حتى بطريقه كثير بروفيشنال، و اي فيل لايك ماي سيلف، يعني حاسه حالي انا. روزاريتا الايلاينر اليوم اللي بحط لك اياها اتس بلندبل لاينر، يعني ايلاينر فيه اعمل لها بلندنج مع الكولرز، وهيك بتكون حديتها اخف اند ات ويل لوك احلى بكثير مما انه عندها تكون هيك فيري شارب لاينر. انا برجع بقول انه خلينا نبعد شوي عن الايلاينر للعرايس، مش الايلاينر المحدد كثير، ايه بالعكس تكون بلندد، يعني هيك في اشخاص اللي بيحبوا ايلاينر يعني خير الامور اوسطها، يعني اذا 100% يعني حل وسط. فوت انا ماي تكنيك حل وسط. انا حدا عاده ما كثير بحط ميك اب، يعني بفضل اطلع بطريقه طبيعيه اكثر، بس وقت اللي بعمل ميك اب بحب اعمله مزبوط وعند حدا كثير شاطر مثلي بوبا اكيد. ويعني ميك اب اكشلي بخليني يكون عندي سيلف كونفيدنس اكثر، بزيد لي من ثقتي بنفسي مثل كل البنات. شفتك عم تعمل خلطه بوبا، هيدي اسمها خلطه بوبا للعرايس، خلطه سريه، خلطه سريه. بعد ما حطيت الهايلايتر تحت العين، أنا بسميه أندر بينتينج هذا الشيء، لأنه كتير حلو بيعطي على الكاميرا إفكت كتير حلو. أندر بينتينج. هلا moving to the concealer، هلا بنتقل للكونسيلر. بتعطي تيب كتير حلوة وصغيرة لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا هلا، إنه لما تحط الكونسيلر ما تستعجلوا دغري وتعملوا له بلند، يعني حط الكونسيلر شغله شوي. تشيك واتساب، تشيك whatever، تشيك انستغرام، تركوا شوي، بنعطيه شوية وقت تقريبا شي 30 ثانية، هيك بتكون يعني اخذته البشرة بطريقة حلوة، بنرجع بنعمل له بلند.
هلا اتس كونتورينج تايم بالباودر دارك شيدز دارك باودر على الجبهه او الفورهيد ناتشرال. ذكروا سبايا انكم عروس والعروس كلمه كانت فيمينين يعني عندها أنوثة كل ما كانت أحلى. أنا دايماً بجزداني في الكونسيلر لأنه أنا بعاني شوي من الدارك سيركلز بقى ما بستغنى عنها أبداً. وهيك بنكون خلصنا مكياج العروس لجميلة الجميلات روزاريتا طويل. Thank you for being my beautiful مثل بنات دايم. بالعكس, thank you for being my awesome makeup artist. Thank you guys. بعد ما تعرفنا على عروس 2019 مع بوبا, شو رأيك بالبلوجرز يلي صاروا وكأنه الميك اب ارتست على السوشيال ميديا؟ صاروا كتير من الصبايا بيعتبرون مرجع لإنهم. أنا مش ضده أكيد, أنا ما في مشكلة لكن فيك تعملي ميك اب, فيك تطلعي أونلاين, فيك تسوي توتوريال, بس do it right يعني يا عملي مزبوط وعلموا العالم مزبوط, يا ما تحطوا خطوات خاطئة مش يعني ابدا مش ضابطه بكلمه لكلمه معنى ويتعلموا العالم غلط. في مع احترام لكل الموجودين على السوشيال ميديا بلاتفورم, في اشخاص كتير شاطرين عم نحكي از بلوجرز اللي بيحطوا ميك اب اونلاين منشان يعلموا البنات, وفي اشخاص صراحه بتحسهم مثل المعديين على الكار, يعني هيدي الكلمه اللي بقول لك اياها انا منشان هيك تنفهم كتير. فبرجع بقول لك انا ماني ضدها بس انه عملوها مزبوط, يعني احكم يعني الخطوات الاساسيات كله تكون واضحه منشان اشخاص يحطوها بطريقه واضحه, مش لا تطلع الايمج تبعت الميك اب اخر شيء ما انا حلوه ابدا. في كتير صبايا سكسي بحياتهم اليوميه ولكن بليله عرسهم بحاولوا يتخلوا عن هيدي الشخصيه وبيلجأوا للمكياج الناعم, قد ايه انت مع هيدي الخطوه؟ كتير مهم وكتير حلو ومن احلى القصص اللي بالنسبه لي انا بالنسبه لعروس انه نهار عرسها تبين كومبليتلي ديفرنت عن كل اللوكات والمكياجات السهرات الاعراس الحفلات الايفنتس اللي حضرتهم هي. فاكيد انا بوافقك الراي انه ما فيها تكون هي مثل ما انت قلت سوبر بيوتيفل اند سكسي بالحياه الطبيعيه. خلينا من هالعرس نكسر هذا الروتين اللي هي عايشه فيه, وفينا فيها تكون عروس كتير حلوة وناعمة وعندها تاتش هيدا اللي هي بتحبها تطلع فيها. شو رأيك بالحمرة الحمراء للعروس؟ حمرة الحمراء كتير حلوة, حلوة جريئة, بدها it's a statement الحمرة الحمراء, يعني لأن العروس تحطها بدها تكون عندها شخصية personality كتير حلوة. بتصير يعني بتقطع, بدك تقلك عروس من بين 500 عروس منحط لها حمرة حمراء, بس انه مش أقدر منها. شو السبب؟ السبب لأنه بدأ يعني بدأ رسم التم, بدأ شفاف معينين, بدأ اتنيتس, يعني مثل ما قلت لك it's a statement, يعني يبقى تركب على شخصيتها للعروس, يا ما مش بس لأنه أنا حطيت حمرة حمرة لأنه عم بيلي حط حمرة حمرة, يعني إذا يا بشوف هريك بمية بالمية بتقطع معه, وأنا على طول عرايسي إذا بحبوا الحمرة الحمرة إلا فش خلقك إذا بدك فيك بلشي whatever, وفيك تقلبيها مثلا بالليل, ما ضروري انا يعني بحب انه تنهيها فيها تنهيها بالحمرة الحمراء, في عالم بتحب تبلش بالحمرة الحمراء بعدين بنقدر منغيرها بعدين.
شكرا كثير لك بوبا، شكرا لانك حليت ضيف على برنامج على الموضه. ان شاء الله بالمزيد من التالق والنجاح. ثانك يو سو ماتش لك ولكل اكيباك، وثانك يو لروزاريتا اللي كانت اليوم ملكه مثل العاده. اكيد كلنا بدنا نشكر روزاريتا طويل ملكه جمال لبنان السابقه، تعاوننا معها كان كمان له بصمه بالبرنامج 100%. وانا اكيد كثير انبسطت بهذا التعاون، وان شاء الله يا رب على طول بنشوفكم عنا وبنشوف حالنا عندكم.